أسرانا ويا أسود، يا أسرانا ويا أسود، أنتوا يا رمز الصمود، أنتوا يا رمز الصمود، يا أسرانا ويا أبطال، يا أسرانا ويا أبطال، أنتوا يا رمز النضال، أنتوا يا رمز النضال. فعالية اليوم بدعم اللجنة الوطنية وبالشراكة مع نادي الأسير الفلسطيني جاءت لتسلط الضوء على قضية سياسة الإهمال الطبي المتعمد الصهيوني بحق أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هناك 600 أسير وأكثر يعانون هذه السياسة القاتلة مع سبق الإصرار والترصد. جئنا أيضا للتضامن مع الأسير القائد وليد دقة والأسير الجريح كمال جوري وعاصف الرفاعي ومحمد الخطيب وكافة الأسرى المرضى. جئنا لنقول لمؤسسات حقوق الإنسان، أين أنتم من الجرائم المرتكبة بحق أسرانا والذين يعانون الأمرين نتاج سياسة القتل والإجرام التي تتخذ الضوء الأخضر إضافة ما استحتجون من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والتي تحاول أن تكسر إرادة أسرانا وتحاول أن تجعل هذه الأجساد جثامين مؤجلة للدفن. رسالتنا للجنة الصليب الأحمر الدولي، عليكم أن تقفوا عن مسؤولياتكم تجاه هذه الجريمة وأن تضغطوا على هذا الاحتلال أن يلتزم بكل المواثيق الدولية والتي تعنى بحقوق الأسرى وتحديدا أن يقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة كحق من حقوق أسرى الشعب الفلسطيني. هم رمز القضية، هم رمز القضية، اسمع منا بنغافير، اسمع منا بنغافير، بالدم بنفدي الأسير، بالدم بنفدي الأسير.